تقول عن نفسها: أنا ملتزمة والحمد لله بغطاء الوجه من قبل الزواج، إلا أنني كنت متعودة على لبس النقاب وزوجي يرفض هذا، وقد وقعت على الأرض ذات مرة نتيجة لكثافة الغطاء الذي أمر به زوجي، هل علي من إثم إذا أنا ارتديت النقاب؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان النقاب لا يبدو منه غير العينين وأنت معتادة عليه فلا بأس به، إذا كان لا يبدو منه غير العينين. أما إذا كان يبدو منه شيء من الوجه، من الخدين أو من محاجر العينين أو من الجبهة، هذا حرام، لأن من كشف زائدا عن العينين فهو عورة، فلا يجوز لبسه. نعم.